وانت كمان وحشيني يا روح قلب بابي. انت جاي تاخدنا عشان نروح بيتنا؟ هنروح بيتنا بس نستنى ماما. طب يلا مستني ايه؟ ياه ده انا قلتي وحشتني قوي يا حبيبه قلبي. طيب عموما احنا نستنى مامي، اول ما تيجي ناخدها كلنا ونروح البيت. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. وهجيب لك ايس كريم كمان. ايه الحلاوه دي يا بت؟ انت ايه الحلاوه دي يا هشام؟ بت عيب هشام ايه قدام زمايلك كده والمدرسين؟ ما ينفعش. لا هشام. لا مفيش هشام. لا هشام. وحشتيني يا كلبة وحشتيني. على فكرة يا أمير، طنطيس اللي عاملة عزومة الغدا دي يا حبيبي مخصوص على جانك. ميرسي يا طنط، بس ده كتير قوي على فكرة. ميرسي على إيه حبيبي، أنت نورتنا النهاردة. أهلا وسهلا بيكو. أبوك الله يرحمه كان من أعز أصدقائي، كانت أخلاقه عالية قوي، من النادر إنك تلاقي حد زيه النهاردة. البركة في أمير بقى يا أنكل، ده طالع صورة طبق الأصل من بابا. هو أنت أجازتك قد إيه يا أمير؟ I came back for good. مش ناوي ارجع امريكا خالص. غريبة، قليل قوي لما حد يبقى هاجر امريكا ويقرر يرجع مصر. او اكتشلي ما شفتهاش قبل كده اصلا بصراحة. اقولك انا يا ستي بصراحة اكتشفت ان عامل بالظبط زي السمكة، ما اقدرش اعيش برا ميتي. وبعدين بصراحة المجتمع هناك extremely materialistic، يعني مجتمع مادي قوي وعملي قوي. بصراحة ما عرفتش اتكيف معاه بشكل كامل. ده انت كده بقى غاوي بيروقراطيه وبتعشق طوابير العيش. مش للدرجه دي يا عم، بس هقول لحضرتك على حاجه. تخيل بقى ان النوع ده من المشاكل اللي موجوده في مصر، اي نعم مش موجوده بره، بس هي نفس المشاكل اللي بتدي للحياه طعم وبتحليها. طعم دي بتعطلها وتمررها يا امير. بالعكس. طب هقول لك على حاجه، مش الناس هنا بتقف مثلا في طوابير العيش، خدتي بالك ان هم عاده بيقعدوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض لغايه لما الدور يجي عليهم؟ امريكا بقى everything is computerized، يعني محدش بيكلمك اساسا. نظره غريبه قوي. مش غريبه ولا حاجه، يعني ممكن تكون غريبه عشان شويه مختلفه عن النغم السيده، بس صدقيني يا نانسي الشرق بكل مساوئه معرفش فيه كده دفى غريب بيشد حتى اهل الغرب ليه. شايفه يا نونو الكلام العاقل يا حبيبتي؟ على راي المثل اسال مجرب ولا تسالش طبيب يا حبيبتي. مش كل البلاد زي بعض يا ماما، ايطاليا غير امريكا خالص. انت عايزه تسافري ايطاليا؟ هجرة مش سفر عادي. طب وليه؟ يعني ليه عايزة تسيبي أهلك وتروحي تعيشي غريبة في بلد لوحدك؟ تفرق إيه؟ ما أنا برضو هنا حساني لوحدي كده برضو يا نانسي. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ وإحنا روحنا فين؟ يا مامي أنتوا أهلي وأنا بحبكوا وكل حاجة، بس إحنا بنشوف بعض قد إيه في اليوم؟ ساعتين؟ الصبح ساعة وبالليل قبل ما ننام؟ غير كده يا ماما أنا طول اليوم في الشغل وبتعامل مع الناس مش مع أهلي. وبعدين زي ما أنتوا موجودين هنا في حاجات تانية أنا كنت بحبها وما بقتش موجودة هنا، وأكيد وجودي هيفكرني بيها. أنا عارف إن صدمة موت جو أثرت فيكي وحزنتنا كلنا، بس المفروض لما نحب حد نفضل جنبه مش ندور إزاي نبعد عنه. أنا جو جوايا، حتى لو رحت آخر الدنيا هيفضل معايا. أنا حاسس بيك يا نانسي وعارف قد إيه أنت حزينة، بس كنت عايز أسألك أنت ليه لابسة ملون؟ أصل جو ما بيحبش الأسود. قصدك ما كانش بيحب الأسود. بص يا نانسي، حكم الصداقة والعشرة اللي ما بيننا من ساعة ما كنا صغيرين لازم أصرحك بالحقيقة. حقيقتي؟ إنك من شدة الصدمة مش عايزة تصدقني. وأنت مش عرفك بالكلام ده؟ أنت كنت دخلت جوايا وعرفت يعني ولا إيه؟ طريقتك في الكلام دي بتأكد لي إن أنا صح. اوكي حتى لو كنت صح انا حره، ما تسيبوني في حالي بقى. ايه يا هايدي، انت مش ملاحظه ان مامي اتاخرت قوي؟ لا ما تأخرتش ولا حاجة، ده العادي بتاعها. ده العادي بتاعها؟ ازاي بقى الكلام ده؟ ده المدرسة قفلت والمدرسين روحوا والبواب دخل يتغدى. لا ما هي لما ماما بتتأخر عليا أنا بقعد استناها بالحوش وبيقفلوا عليا باب المدرسة. يا صلاة النبي، كمان كمان. يلا يلا يا بنت يلا. ومامي يا بابا. مامي إيه؟ مامي إيه؟ مامي دي تيجي براحتها، لما تيجي براحتها بقى وتخش تاكل لقمه مع البواب تبقى تجيلنا براحتها. اتفضلي.
تقرف. نصيبك يا عاسة. عمنا عمنا. شكرا يا اسامه، كل سنه وانت طيب. ست الناس شكرا يا اسامه، عقبال كل شهر. شكرا. سابوا لي عسل. صباح الفل. هقول لك اي اي. طب مع السلامه. وانا انت ايه؟ هو ليه فين نصيبي؟ نصيبك في ايه يا عم الحاج؟ الله، مش انت بتوزع حوافز على الساده الزملاء؟ فين انا بقى نصيب انا؟ لا يا سيدي، ده مكسب كده في تجاره صغيره بندورها. تجاره؟ تجارة ايه دي يا حبيبي؟ كروت شحن المحمول. كروت شحن المحمول؟ وانت بتفهم في كروت شحن المحمول دي؟ ولا عمري اشتغلتها. امال اشتغلتها ازاي يا ابني؟ انا وكم واحد هنا حاطين فلوسنا مع واحد بيفهم في اللعبه دي وبيشغل لنا الفلوس. وشغل لكم الفلوس دي طبعا؟ بيني وبينك، انا بعت صيغه مراتي وحطيت الفلوس اللي معايا كلها معاهم، والحمد لله رجعت اللي دفعته ودلوقتي بكسب. يا ابن اللذينة، ده انت كده بتكسب فلوس كتير قوي. يلا قر يا عامر. قر. اقر ايه يا ابني؟ اقر ايه؟ بقول لك ايه، ما تديني كده اتفرج على ال 100 جنيه وخدها تاني. انت ساذج قوي. مالك يا امين؟ في ايه؟ مالك عمال تفرق كده ليه؟ محتار يا صبره ومش عارف اعمل ايه. خير يا اخويا، كفاله الشر. ايه اللي محيرك؟ صور يا صبر، ان انا بعد العمر ده كله، بعد خدمه اكتر من 30 سنه في الميري، مرتبي بالحوافز والعلاوات مش مكفي 900 جنيه. يا اخويا قول الحمد لله، احنا احسن من غيرنا بكتير يا امين. الحمد لله، بس برضه يا صبره في غيرنا احسن مننا بكتير. الله، وانت من امتى بقى بتبص لحد؟ غصب عني يا صبره، انا بشر مانيش ملاك، غصب عني لازم ابص. اما الاقي كل اول شهر المدير بتاعي بيقبض الوفات وانا اللي شايل الشغل كله فوق دماغي بقبض ملاليم، لازم ابص. اما الاقي نفسي بعد العمر ده كله مانيش عارف اسطر بنتي ولا عارف اجيب لها الجهاز، وعمال استلف واتدايم باللي يسوى واللي ما يسواش، لازم ابص واتقهر كمان. لا ده انت النهارده حالتك حاله. انا في الحاله دي من زمان يا صبره، بس خلاص زهقت، مش قادر بقى، مش قادر افكر في النهارده واخاف من بكره، مش عارف اعمل ايه. يا اخويا سلمها لله، والمقدر مكتوب مكتوب. لا اله الا الله. انا عارف ان المقدر مكتوب، بس برضه الانسان لما يكتب عليه انه يختار بيحتار. مش فاهمة. بص يا صبر، انا هجيب لك من الاخر. فيه عميل عندي في الشغل يعني عرض عليا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ ليه؟ عايزني اطلع له تصريح تفليته كده، يعني بما انني المدير والخدمه معايا. يعني ايه؟ عاوز تاكلنا مال حرام يا امين؟ ايه بس؟ يعني مش حرام ان انا ابقى بعد العمر ده كله مانيش عارف اكل ولا اكل عيالي، وبقضي بقيه الشهر بمصاريف الاكراميات اللي باخدها من الناس زي الشحاتين، مش حرام ده كله؟ الاكراميات دي حسنه بيدوها لك عشان تسهل للناس امورها، انما اللي انت عاوز تعمله ده غلط وتزوير. هو كله غلط في غلط. وبدل ما اعمل الغلط بامر المدير بتاعي وهو ياخد الفلوس، اعمله انا بقى بنفسي واخد الفلوس اوسع عليا وعلى عيالي. قلت ايه؟ بس ربنا عارف الفلوس دي جايه منين. وربنا برضه غفور رحيم وعارف ظروفي واكيد هيغفر لي. لا يا امين، يعني عاوز تسرق عشان تاكلنا مال حرام؟ صبرا، انت طول عمرك ساتر وغطايا وانا بقولك على كل حاجه، انا بقولك بس عشان تقدري وتعرفي انا هجيب الفلوس ازاي. مش عارفه اقولك ايه، مش عارفه. يا ريتك ما قلتلي يا امين، يا ريتك ما قلتلي، يا ريتك ما قلتلي. نعم، عاوز ايه؟ انت ايه اللي خلاك تروح الحضانه وتاخد البنت من هناك؟ امال كنت عاوزاني اسيبها مرميه في الشارع لحد سعادتك ما تتعطفي وتروحي تاخديها بعد ساعتين تاخير؟ افرضي كان حد خطفها، كان هيبقى ايه الوضع دلوقتي؟ انت قصدك تضغط عليا عشان ارجع لك يعني؟ يمكن كنت عاوزك ترجعي عشان البنت تتربى وسطينا مش اكتر، لكن كل يوم بيعدي بتثبتي لي ان بعدها عنك في امان ليها وراحه ليا من سخافات كتير. بس انت اخدتها عشان ارجع لك، وانا متاكده من ده. بنتك عندك جوه، ممكن تخش تطمني عليها، انما انسي انها تخرج من هنا على اي حته تانية. يعني ايه؟ يعني زي ما انا بقول لك كده،
لو عاوزة بنتك خليكي جنبها، ما انت للأسف أمها ولا يمكن أقدر أحرمها منك. إنما بقى لو هتركبي دماغك وتصري إنك انت ترجعي على بيت أهلك يبقى هترجعي لوحدك يا منال. هشام انت اتغيرت قوي. أنا خلاص فاض بيا الكيل منك ومن عمايلك، مش قادرة أتحمل عمايلك السودة أكتر من كده. شوفي ما أقولك، يا تمشي زي الألف زي ما أنا عايز وتسمعي الكلام، يا الباب اهو. فاهمة؟ فاهمة. دي مجنونة، والله مجنونة. أول ما تسمع النداء طقم مدفع كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ازيك؟ فظيع فظيع. لا لا شاطر. انت بتحكي على ايه بالظبط؟ احلى بررم. بص بورورم، ايه اللي بيضحك يعني بورورم؟ مش فاهم. مالك يا سيام انت النهارده مش مظبوطه ليه؟ مالي؟ انا حلوه اهو زي الفل. طب لما انت حلوه زي الفل ايه اللي بقى بيضحكك على بورورم دي؟ الله. بتفكرني تاني. في ايه؟ اصله في جامد موت. لا ده في قديم موت وشفناكم 500 مره قبل كده، ايه اللي بيضحك؟ انت اول مره تشوفيه ولا ايه؟ لا امال ايه بتضحك على ايه؟ اصل اول مره اسرح فيه وافهمه. تخيل بقى يا سيف ان شغله الواحد في الحياه تبقى بره. تخرفي تقولي ايه بالظبط؟ انت فيكي ايه؟ تصدق انا نفسي برر. وانت انت كمان تلاقي نفسك برر ومش واخد بالك. انا برر، انا العقيد بررم الحديدي. هلا. حلوة 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 قوي. لا انت النهارده مش طبيعية. انت في ايه؟ مالك؟ ولا حاجة يا حبيبي، ما فيش حاجة. اصل انا ما جاليش نوم فاخدت حباية النوم. بتنام ايه؟ طب ما تنامي عادي زي الناس يعني. اصل من كتر ما نمت في السخنة اه فجيت هنا لقيت نفسي مش عارفة انام، فقلت اعمل ايه؟ انا انت عادي. على فكرة مناسبة بقى السخنة اللي بردت دي، يعني حاكي عليا انا هعوضها لك قريب. لا يا حبيبي ولا يهمك. يعني مش زعلانة؟ خالص. مش غريبة ها؟ عمرك ما تزعليش كده. مش ده شغلك وده واجبك وانت بتأديه؟ انا بقى ايه زعلني؟ ما شاء الله ربنا يهديك يا رب. بس طول عمرك يعني كنت بتزعلي من اقل حاجه، كان شغلي ده بالنسبه لك عباره عن ضرتك في الحياه. كنت صغيره، دلوقتي كبرت وعقلت، لما عقلت بقيت بور. تاني هتقولي بورونم برضو؟ لا عظيم. طب بقول لك يا استاذ بورونم، الله، بقول لك انا عندي شغل الصبح بدري. شكلك بور. شكلك بور. ماشي يلا انا عايز اقوم انام عشان انا عندي شغل بدري. يلا. طب تزور على خير يا عكيد. سيف سيف حديدي يا بورروم.